لا يعني نقول انه والله منتخبنا غير قادر، لا يحدث مفاجآت، وممكن ان شاء الله نشوف مفاجأة بكره بمشيئة الله. وهم غير مطالبين بالثلاث نقاط يعني معذورين، لكن لو طلعنا بنقطة الأداء، انا بالنسبة لي اشوف انه الافضل ما نفكر بالنقاط، نفكر بالأداء الجيد. طيب الأداء الجيد هو الشيء المنطقي للمنتخب، ممكن لو جاء غيره حنفرح. ممكن يكون مدرب المنتخب السعودي رينار مثل اي مدرب اخر، مباراة الارجنتين يقول هذه المباراة احنا ما نبيها، ما نبغاها، منتخب عريق ننافس مع المنتخبات الاخرى، ممكن نكسب منهم نقاط تؤهلنا في هذه المجموعة. أصبح الطموح عند الجماهير عالي، المشاركة لا تكفي، تأهل لدور 16 هذا اللي يطلبه الجماهير. ظهورنا بمنظر جيد في مباراة الأرجنتين هيكون أساس قوي لمباراة بولندا والمكسيك، فلذلك أنا أعتقد أن ظهورنا بمظهر الجيد أمام الأرجنتين شيء جدا ممتاز، وأنا سعيد صراحة أن المباراة الأولى أمام الأرجنتين هي أفضل شيء ممكن لك كمنتخب، أنك تكون أمام تقريبا بطل المجموعة في أول مباراة، واحدة مرشحين لكأس العالم، تكسر من خلالها حاجز، تدخل في أجواء المونديال، أشياء كبيرة. ترى الافتتاح دائما صعب. صحيح. دائما صعب، فلذلك أنا أعتقد المنتخب السعودي كيف في مبارياته الأولى الافتتاحية كابتن موسى؟ يعني مع أول مونديال مع هولندا كنا أفضل، لكن صحيح. أيضا خانتنا الخبرة. صحيح. مع الدنمارك ما قدمنا صراحة في 98، 2002 ما كنا موجودين في المونديال، يعني في صعوبات صراحة في الافتتاح، دائما في صعوبات لأنه في رهبة. أنت كلاعب متى تزول هالرهبة؟ لازم محترفين في أوروبا. أوروبا هي المكان الحقيقي في أوروبا. أكيد احتراف في أوروبا هو اللي يزيل الرهبة. الرهبة هذه حتكون موجودة معاك حتى يكون لك لعيبة كبار في أوروبا، اللعيبة الكبار في أوروبا اللي يقللون المسافات والفروقات. صحيح. بينك وبين المنتخبات العريقة، يعني الأرجنتين والبرازيل هي واحدة من أهم المنتخبات في العالم بسبب احتراف لاعبين في أوروبا. لو تشوف اللاعبين المنتخب الأرجنتيني ما في ولا لاعب من الأرجنتين. صحيح. هذا دليل واضح، أنت أحد مرشحين لكأس العالم، كل لاعبي يلعب في يعني يملك اللاعب السعودي المقومات للاحتراف أوروبيا إذا بدأ من سن صغيرة، لكن في العمر ذا أبدا. إذا بدأ من سن صغيرة قادر، من سن صغيرة قادر اللاعب السعودي أنه يحترف ويعمل فروقات كبيرة ويشرف بلده في أوروبا ويشرف بلده مع منتخبه.